بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه اللحظات مع مقام من مقامات هذا الدين، مع الحصن الحصين الذي لا يهدم والجند الغالب الذي لا يهزم، مع قوة إيمان المؤمن، مع ساق إيمان المؤمن، ألا وهو الصبر. فلا إيمان لمن لا صبر له، وإلا فهو يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فخير عيش للسعداء كان بالصبر، حتى وصلوا به إلى منازل الشكر، فكانوا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار للجميع، كما قال ربنا جل جلاله في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن عجبا لأمر المؤمن، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا لمؤمن. فالصبر صبران: صبر على ما نكره، وصبر على ما نحب. أما الصبر على ما نكره فهو الصبر على الابتلاءات والمعاصي والشهوات والشبهات، كما قال ربنا جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال ربنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأما الصبر على ما نحب فهو الصبر على الطاعات، صبر على الأولاد، صبر على الزوجات. ألم يقل ربنا الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول ربنا جل جلاله: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.